حلمي، احنا كل اللي احنا بنقوله اقتصاد وسياسه وكل اللي احنا بنتكلم فيه، هل المواطن عنده ثقافه الانجاز؟ هل انتقل من مرحله انا مالي ومفيش فايده الى لا في فايده ولازم اشارك واشمر، ولا لسه احنا بعافيه شويه؟ انا مالي ومفيش فايده دي تاريخيا ما كانتش موجوده عند المواطن المصري. امتى دخلت؟ كانت موجوده عند بعض الفرق والقطاعات من السياسيين والحزبين والنخبة، لكن المواطن المصري اللي شال البلد، هذا البلد اللي شاله ووقفه على رجليه في 67 لما حصلت الهزيمة والانهيار، المواطن. المواطن، خلينا نفتكر في الفترة من 67 ل 73، رغم ان كان في تمزقات في بعض النخب، الفلاح المصري انتاجه من القطن وقتها تضاعف. بالزبط. تضاعف. سنة 50 في حكومة الوفد كانت انتاجية الفدان، اعلى انتاجية للفدان من اردب القمح في مصر كانت 4 اردب في السنة. انت دلوقتي داخل على حاجة 40. اللي انجز ده المواطن المصري، وبالتالي فكرة ان احنا، هل المواطن وصل له؟ هل المواطن عنده وعي؟ المواطن عنده وعي، انا متأكد. المواطن اللي في الشارع من اذكى، المواطن المصري شديد الذكاء جدا جدا، وبالبلد بيفهمها هو طاير. المشاكل في بعض قطاعات النخبة اللي تيجي مثلا تتمسك قضية فساد، يا عمي تلاقي ما دفعش، كل الدولة فساد، كل أيوة أيوة فساد. يا عمي ما كلهم، ما هو الكلام اللي قاله الدكتور عادل، في حد طلع قال لك اقتصاد خربان والدنيا بايظة، ما هو الراجل بيشرح. يعني انا هدي بس نموذج، احنا بقالنا 20 سنة عمالين بنقرا دراسات انه ازمه الطبقه الوسطى في مصر، تاكل الطبقه الوسطى وداع، انهيار الطبقه الوسطى ومن ايام كتاب الدكتور رمزي زكي. طيب الواقع الفعلي بيقول ان الطبقه الوسطى ابتلعت المجتمع المصري، كنا قاعدين وشايفين الطبقه الفقراء المهمشين قاعدين في العشوائيات وساكتين وضميرنا ما وجعناش. المجتمع المصري منذ نهاية الخمسينات افتقد الأرستقراطية المصرية. في ثراء، في أغنياء، لكن ما فيش أرستقراطية. الأرستقراط هو اللي بيقود المجتمع إلى الأمام ويقود الدولة. الفترة من 23 ل 52 اللي عمل الإنجازات اللي فيها، وحتى من أيام الخديوي وإسماعيل، كانت الأرستقراطية المصرية. إحنا ما عندناش أرستقراط، لأن الطبقة الوسطى ابتلعت الدولة. ابتلعت الدولة. على فكرة كلامك ده خطير جدا. وبتبتز الدولة. ده كلام حضرتك. يعني أنا آسف جدا، بتبتز الدولة. يا دكتور عبد المنعم أنا ماليش دعوة، في كلام خطير جدا. أنت في نهاية الأمر بينما أنا بريء. طيب، واللي كانوا مهمشين وفي العشوائيات دول كنا قاعدين بنتريق عليهم وعاملينهم مادة للأفلام وبنتسلى بيهم وسلمناهم للسلفيين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. القيم لما تيجي، من الذي صنع أم كلثوم؟ مش موهبتها بس. قال عبد الرازق اللي سندوها ووقفوا جنبها وحموها. من الذي صنع طه حسين لما تقدم انه ينال البعثه والجامعه قالت له متاسفين ما عندناش فلوس؟ عيلوا باشا كانوا بيدفعوا له من جيبهم دون ان يخبروه. واكم من الذي صنع محمد عبد الوهاب؟ احمد شوقي. احنا بننسى ده. ما عندناش طبقه دلوقتي. فكره مقوله اصل المواطن مش واعي، المواطن لا، المواطن واعي والمواطن مش واصل. كون انه مش واصل لبعض اللي بيكتبهم ولبعض السياسيين ولبعض بتوع الاحزاب، دي مشكلتهم هم، دي مشكلتهم هم. لما حصل 67 اطراف من النخبه قالوا ايه؟ ما دام الموضوع كده ما تروح تسلم يا عم وخلاص ونقعد معاهم ونشوف الحدوته. مش ده حصل؟ صحيح. لما قامت 73 الشعب ضحى وعبر وانتصر، ثم لما جاء السلام باركوا السلام. مين اللي عمل مشكلة؟ حرب اكتوبر دي تمثيلية بين السادات وكيسنجر. أيوه. والاسرائيليين. مش اتقال ده واتكتب ده؟ لغاية دلوقتي بيتقال. لغاية دلوقتي اتكتب ده ولا ما اتقالش؟ الكتب طلعت. اتقال من مين؟ الكتب طلعت. من المواطن العادي ولا من النخبة؟ لا، من مرضى، من اساتذة الجامعات ومن صحيح كتاب. صحيح. انت لغاية النهاردة يقول لك والسلام والسادات ودانا ودانا. طب يا سيدي لو ما كانش حصل السلام كان يكون موقفك ايه النهارده؟ الانجازات اللي رئيس السيسي ده بيعملها لو انت في حاله حرب هتقدر تعملها؟ مستحيل. احنا لسه بنتكلم معالي الوزير بيتكلم ان حرب اليمن وقفت النمو في كذا. طبعا.
انا مش عايز اقول لك بقى 67 وقفت النمو في ايه؟ بشلت مش بس كده، منعتك انك انت تبني حتى مدارس. ده انت شغال خارجي دلوقتي يا معالي الوزير بتبرد مشكلات المنطقه انت علشان كمان تسمع عندك يعني رجاء بالرجال. فكره اصل المواطن مش واصله، لا المواطن واصله. انت حضرتك مش ملاحظ حاجه؟ الرئيس السيسي كل اسبوع بينزل للشارع وبيتكلم مع المواطنين. صحيح. تقريبا كل يوم جمعه، كل يوم جمعه بعد الصلاه بينزل بيصلي وبينزل. شوف الكلام والناس تفاعلهم ازاي. دول ناس بسيطه وبصدق. صحيح. يعني لما في مره نازل في مكرم عبيد فسيده تقول له والله اتفضل تشرب معانا الشاي، احنا جايبين نعناع. دي الناس الراضيه بالحياه اللي عايشه الحياه وبتبني البلد. انما بقى اللي قاعد واصل ده يتمسك فلان مهرب اثار، بدل ما نقول للدوله شكرا جات عليه. ايوه جات على ده. طب قولوا لنا ده، طب وش معنى ده؟ تشكيك في كل حاجه. ده مش ممكن. طيب ده مش ممكن. وبعد كده اقول لك المواطن، لا انا مش لست قلقا على المواطن من المواطن نهائي. المواطن المصري كان باستمرار مخلصا لدولته ومخلصا لوطنه ومدافعا عنه. المشكله النخبة. كانت بتاتي النخبة. مش النخبه كلها من بعض قطاعات النخبه. من ثوره 19 شوف هتلاقيه، من 1805 هتلاقيه، من لما جه نابليون. صحيح. والى طيب. الان فالمواطن واصل له كل شيء. المواطن والا في الكورونا وحقق المعدلات اللي دكتور بشاي يعني احنا انا كنت عضو في مجلس الوزراء لما جينا ناخد قرار التعويم وبدراسات مطوله. انا كنت من المتحمسين ومساند لده. البعض حذر 18 و19 يناير 77، وانا لن انسى دولة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وقف وقال احنا مش خايفين على ده، احنا خايفين على البلد، يهمنا البلد، مصلحة البلد بتقول ان احنا ناخد هذا القرار. طيب لو المواطن ما سندش هذا القرار كان سقط القرار. مش بس سقط، سيادة الرئيس قال مرة لو المواطن ما تقبلوش كنت هعمل هذا الانتخابات مبكرة. طيب لا قدر الله لو المواطن ما تقبلوش وحصل ايه المشكلة؟ كان ممكن احنا ثاني يوم لقينا نفسنا في السجن. لا تتعثر المشروع كله يتعثر. يمكن حد الاقصى امبارح. فمن الذي ساندك في هذا؟ صحيح. مين المواطن؟ والرئيس اكثر من مره قال البطل للحكايه هو المواطن. معركه الارهاب الجيش انتصر والداخليه انتصرت، لكن لان في جبهه داخليه قويه وراه. عندك صحيح كده ما كانش حقيقي. قارن ده بقى بفترات قبل كده.